خلينا نستشرف الفقرة مع الأهلي مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، موجود معنا على التليفون دلوقتي، نعرف منه آخر أخبار النادي الأهلي ويطمنا على الفرقة. صباح الخير يا دكتور، أهلا بك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على مشاهدين حضراتكم الكرام. أهلا وسهلا بك. في البداية احنا يعني سامعين أخبار كويسة من المعسكر والفرقة عملت نتيجة جيدة جدا جدا مع مونتاري، عايزين نطمن على لعيبة الأهلي اللي كانت مع المنتخب، رجعوا من القاهرة ومن القاهرة يعني رجعوا من الكاميرون على القاهرة ومن القاهرة راحوا للإمارات، فعايزين نطمن على الست لعيبة اللي وصلوا للبعثة. يعني في الحقيقه اللعيبه اللي كانت مشاركه مع منتخب مصر وصلوا بالفعل ابو ظبي، وفي الحقيقه كان في استقبالهم على طول المدير الفني وعمل معاهم جلسه مغلقه بينه وبينهم، وده اكيد عشان قصر الفتره الزمنيه للتحضير للمباراه، وطبعا الضغوط النفسيه للبطوله الافريقيه كانت ضغوط كبيره جدا جدا، واعتقد كمان حاله الحزن الشديد نتيجه لعدم الفوز بالبطوله وسعاد الجماهير المصريه يعني كان القى بظلاله على اللاعبين. والمدير الفني في الحقيقه مستر موسيماني عنده الكثير من الخبرات في التعامل مع هذه الحاله، كنا مرينا بيها من فتره قصيره جدا مش بعيده خالص اللي هي اثناء مباراه كاس السوبر ايضا اللي كانت موجوده في دوله قطر، كان عندنا اللعيبه راجعه من البطوله العربيه برضه وكانت عندها نفس الضغوط، وده قدر دائما الفرق الكبيره واللاعبين الكبار ان هم يقدروا يتعاملوا مع المواقف الصعبه، وده ايضا يعني مسؤوليه النادي الاهلي التاريخيه. في الحقيقه احنا عندنا مهمه واضحه وعندنا هدف واضح، ما بنشغلش نفسنا كتير دلوقتي بالتحديات اللي بتقابلنا خلال البطوله بتاعه كاس العالم، بقدر ما بنشغل نفسنا بالاهداف اللي احنا عايزين نحققها، واول هذه الاهداف هو اسعاد جماهير كره القدم المصريه بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص في الحقيقه، وده اعتقد ان كل الاستعدادات بتؤكد ذلك، حتى في حضور الكابتن محمود اللي كان عنده يعني برنامج علاجي هنا وقطعه لدعم ومسانده الفريق هناك في الحقيقه، فكل واحد في الحقيقه في منظومه النادي الاهلي بيقوم بدوره على اكمل وجه، ينقصنا بس ان شاء الله ان ربنا التوفيق يحالفنا ويبقى اللعيبه موفقه في المباراه كما كانوا موفقين في المباراه السابقه ان شاء الله. طيب دكتور سعد، يعني بالفعل وصل شناوي، وصل عمرو السولية، ايمن اشرف، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي ومحمد شريف وصلوا بالفعل للمعسكر وانضموا فيه. اسئله دلوقتي يا فندم، مين منهم اللي ممكن يشارك في المباراه النهارده؟ وكمان ناس بتسال على اخر اخبار المسحه للعيبه، المسحه الحمد لله سلبيه كلها، مظبوط؟ لحد دلوقتي كل المساحات اللي تمت للعيبه الفريق النادي الاهلي كلها سلبيه الحمد لله، وبيبقى دايما في مساحات كل فتره، لان في الحقيقه دوله الامارات العربيه المتحده في الحقيقه عندها كل الخدمات الطبيه المتقدمه اللي بتتعامل مع هذا الوباء وبشكل سريع جدا جدا جدا، لكن كل الاشتراطات الصحيه الحمد لله البعثه بالكامل حتى اللعيبه اللي وصلت امبارح ملتزمين بيها، ويمكن احنا كنا بنتابع وصول البعثه، كل اللعيبه ملتزمه بلبس الكمامه، كل البعثه افراد البعثه بالكامل ممنوع اصطحاب اي ضيوف من بره، ده حاله تركيز كانت مفروضه من خلال رئيس البعثه المهندس خالد مرتجي، واعتقد كل اللعيبه بما فيها اللعيبه اللي وصلت بالامس كانت ملتزمه بيها. في الحقيقه فيما يخص مين ان شاء الله هيبقى موجود منهم في المباراه، ده قرار فني بالدرجه الاولى وده اختصاص للمدير الفني، ان شاء الله ربنا يوفقه ان هو يختار التشكيل اللي يمكنه من تحقيق اهدافه والوصول ان شاء الله للمباراه النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله. عظيم جدا جدا، يعني احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا وكل التوفيق لبعثه النادي الاهلي وكل الفريق في هذه المباراه، الحقيقه يعني مباراه مش سهله خالص، لكن الامل كبير في المجهود وفي ارض الملعب 11 لعيب قدام 11 لعيب، والكره هي اللي بتتكلم، المجهود دايما هو اللي بيتكلم. نشكر حضرتك الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي.